الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من مارس المقبل، حيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئة الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. كما وجه الرئيس السيسي بتبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه. وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لنحو 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وخلال الاتصال استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يحمي المنطقة من اتساع رقعة الصراع. وأكد الرئيس السيسي ضرورة إحراز تقدم ملموس على صعيد التهدئة ودفع مسار حل الدولتين. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا في زيارة تستهدف متابعة مسار العلاقات بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية. وتتضمن زيارة الوزير شكري لقاءات هامة مع كل من الرئيس القبرصي ووزير الخارجية لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات ومواصلة التشاور السياسي المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بتطورات الأزمة في قطاع غزة. استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح. وفي دير البلح وسط القطاع استشهد 3 فلسطينيين بعد قصف الاحتلال منزلا قيد الإنشاء كانت تتواجد به عائلة نازحة، يأتي في هذا الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس جنوب قطاع غزة. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه مطالب حماس التي أوردتها ضمن ردها على مقترح باريس، مؤكدا عزمه القضاء الكامل على الحركة في غزة. وبشأن رد إسرائيل على المطالب الواردة في رد حماس على إطار صفقة التبادل، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي إنه يجب أن تكون هناك مفاوضات عبر وسطاء، ولكن ليس في ضوء رد حماس. وأكد نتنياهو أن مواصلة الضغط العسكري شرط أساسي، وأيضا عدم الاستسلام لمطالب حماس، معتبرا أن التعاطي مع مطالب الحركة لن يؤدي إلى تحرير المحتجزين. دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إسرائيل إلى إعطاء الأولوية للمدنيين في أي عملية عسكرية بمدينة رفح. وقال بلينكين خلال مؤتمر صحفي إن فريقا تابعا للأمم المتحدة بدأ مهمة في شمال غزة لتقييم الأوضاع للمدنيين. في الوقت نفسه حذر نتنياهو وحكومته من أفعال تؤجج التوترات التي تقوض الدعم الدولي وتفرض قيودا أكبر على أمن إسرائيل. Hamas sent last night. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ غارة جوية في العراق أدت إلى مقتل قيادي في كتائب حزب الله كان مسؤولا عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم في بيان إن الضربة الجوية جاءت ردا على الهجمات على جنود أمريكيين،
وأضاف البيان أنه لا توجد مؤشرات في الوقت الحالي على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين. شنت الطائرة الأمريكية والبريطانية غارتين استهدفتا منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة باليمن. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي أطلقت عدة صواريخ باليستية مضادة للسفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، في حين قالت شركة للأمن البحري إن سفينة شحن مملوكة لبريطانيا تعرضت لأضرار إثر هجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل اليمن، وهو الهجوم الأحدث ضمن عشرات الحوادث في البحر الأحمر. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم يدخل حقبة الفوضى، مما يتطلب إصلاحات حاسمة في ظل الحرب الإسرائيلية في غزة والحرب الروسية على أوكرانيا والحرب على الطبيعة. وقال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي، وهو المنصة الأولى لقضايا السلام العالمي، وصل إلى طريق مسدود نتيجة الانقسامات الجيوسياسية، معتبرا أن هذه ليست المرة الأولى التي ينقسم فيها المجلس، لكنها الأسوأ على حد قوله.